فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد أثر عنهم أنهم كانوا يسردون الصيام كل يوم إلى أن ماتوا، هل في ذلك دليل على مشروعية صيام يزيد على صيام داود؟ لا، ما يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، في رواية: لا صام ولا أفطر. فلا يصوم كل حياته. نعم.